إذا كان عندي الآن تانك هاي عندي راح يكون البروسيس. البروسيس فيها تانك إلى ارتفاع معين نسمي هذا H وهذا راح نسميه Q. Q هاي volumetric flow rate مثلا وهاي هون مش نسأل السؤال ايش العلاقة بين الفلو والهايت. هذا الليكويد الدنسيتي تبعته رو. رو ايش وحدتها؟ هلا بدنا نيجي نطلع بنطبق هاي المعادلة. فعندي انا هون كيو مفروض انها تساوي سي دي 2 دلتا بي على رو مش هيك؟ رو هذا اللي موجود. هلا انا بدي اتخلص من البريشر اللي هون بدي احط محله اتش. بقدر اطلع علاقه بين اتش والبريشر مضبوط؟ فالبريشر اللي موجود هون البريشر في القاعده بده يساوي اتش او اتش اوف تايمز تي. اتش في القاعده بعطيني الفوليوم مضروب في رو بعطيني الماس مضروب في جي بعطيني الويت وبقسم مره ثانيه على ايه مش هيك؟ مش هاي بتصير نيوتن بير سكوير متر اي بتشبه مع اي فبصير عندي هذا بساوي اتش رو في جي. طب دلتا بي ايش دلتا بي؟ هلا راح يصير عندي هون اتموسفيريك بريشر وهون اتموسفيريك بريشر مش هيك؟ مش نقدر نقول هيك؟ فصار الفرق بين البريشر هون والبريشر هون هو اتموسفيريك بريشر زائد البريشر تبع الفلويد ناقص اتموسفيريك بريشر فبرجع نفسه والبريشر اللي هون. فدلتا بي اذا هذا هو نفسه هون دلتا بي. فبصير عندي الان الكيو الفلو الكيوبيك متر بير سكند بيساوي ايه؟ سي دي محل دلتا بي. الان راح احط اتش رو في جي. لازم يكون دايمنشنز لانه وحده جي ايش وحده جي عندنا؟ متر بير سكند سكوير. عندي هون متر مش هيك؟ فلما بضرب متر في متر بير سكند سكوير شو بصير عندي؟ متر سكوير بير سكند سكوير تحت الجذر بتصير متر بير سكند. فهي كلها من هون بتصير متر بير سكند. لما بضرب متر بير سكند في سكوير متر تعطيني كيوبيك متر بير سكند. اذا لازم تكون سي دي اوكي ماشي.